مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من القاهره. مساء الخير يا هبه. مساء الخير يا احمد، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النيل. الاخبار من القاهره بيبدا معكم من الان ويستمر حتى قرب منتصف ليل القاهره. هيكون في حوارين رئيسيين، الحوار الاول هيتحدث عن الحكم الذي حصل عليه الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم بالسجن لمده 20 عام في قضيه قصر الاتحاديه، وهيكون معنا في الاستاذ ماهر فرغلي الكاتب والمتخصص في شؤون الجامعات الدينيه، وايضا الدكتور عادل عامر استاذ القانون بجامعه طنطا. الفقرة الحوارية الثانية في حلقة الليلة بتتناول هذا الحلم الذي يداعب عادة أبناء الجنوب في السفر أو الهجرة إلى الشمال إلى أوروبا، حيث الفردوس المفقود من وجهة نظرهم، لكن هذه أو هذا الحلم لا يتحقق بشيء من السهولة أو اليسر، ربما يكلف أصحابه حياتهم دون تحقيقه. بالأمس القريب كارثة إنسانية حدثت قبالة سواحل ليبيا، عبارة أو سفينة غرقت وعلى متنها حوالي 700 شخص ماتوا غرقا، كانوا متجهين إلى أوروبا في شكل من أشكال الهجرة غير الشرعية. بعد هذه الكارثة الإنسانية أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتجه نحو عقد قمة خاصة لملف الهجرة غير الشرعية، منتظر أن تعقد هذه القمة يوم الخميس القادم. أيضا عندنا هنا في مصر ربما تم الإعلان أن مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا الأسبوع القادم في مدينة شرم الشيخ أيضا لبحث مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمشاركة عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية. مرة أخرى من جديد نفتح هذا الملف، ملف الهجرة غير الشرعية، ويبدو أنه سيمتد معنا لفترات طويلة في المرحلة القادمة. أكيد، لأنه الأسباب اللي وراء هذه الهجرة ومن يدفع عمره ثمن هذه الهجرة غير الشرعية لازم يكون ليها حلول وبحث من كافة الجوانب المختلفة. خلونا نطلع على باقة من أخبارنا، ربما أبرزها ما يتصل بالشأن اليمني وعاصفة الحزم. أعلنت دول تحالف عاصمة الحزم في بيان لها انتهاء عملية عاصفة الحزم التي شنتها ضد الميليشيات الحوثية في اليمن وبدء عملية إعادة الأمل التي سيتم من خلالها العمل على تحقيق الأهداف، وهي سرعة استئناف العملية السياسية. في نفس الوقت يمكن خبر عاجل طلعناه على الشاشة منذ دقائق معدودة، وأن أحد قادة الحوثيين بيقول أنه تم التوصل قريبا إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع في اليمن. قوات التحالف أعلنت تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وحرصها على حماية الشعب اليمني ومكتسباته، وأوضحت أن التحالف أعلن انطلاق عملية عاصفة الحزم في 26 مارس الماضي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وردا على اعتداءات ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح. طبعا ده جاي في عقب قرار مجلس الأمن بوضع علي عبد الله صالح والقوات الموالية له ونجله على قوائم الترقب والوصول ومصادرة الأموال. كل هذه الإجراءات ربما سرعت بإضعاف هذه الميليشيات المسلحة. للمزيد من المتابعة نرحب بضيفنا عبر الهاتف العضو مجلس الشورى السعودي السابق دكتور محمد عبد الله الزلفى. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، أهلا بك. أولا عندنا بعض الأخبار بتتردد أنه طبقا لبعض المصادر في الحوثيين أنه تم التوفق بشكل شبه تقريبي إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة في اليمن. مدى صحة هذه الأخبار إذا كان عندك بعض التفاصيل حواليها؟ أنا ما عندي أخبار أكثر من أن الحوثي وجد نفسه عاجزا. نعم. إذا هو يطلب أنه يقبل بالحوار، فالحوثي هو مكون مقومات الشعب اليمني، إذا قبل بما طلب الشعب اليمني وما يعني تسليم سلاحه، تكوين حزب سياسي لا يملك سلاح، الخروج بالمناطق التي احتلها بالقوة. نعم. اعتقد انه ليس هو الذي يملك شروط لكن حتى اللحظه لم يتم الاعلان في المملكه عن اي اتفاقات سياسيه او شكل من اشكال التوصل الى جلسات حوار او ما شابه. لا، ما لم اسمع ان هناك نعم. هناك ايقاف للعاصفه الحزم. نعم. وعمل على اعاده الامن والامل الى الشعب اليمني من خلال حكومة المنتخبة ودعمها بكل نعم. ما يتطلب، إذا الحوثي أو حلول عبد الله صالح عادوا إلى أي عمل
يسيء الى امن استقرار اليمن. صحيح، اذا عاصفه الحزم كما هو واضح انها تطورت الى عمليه اعاده الامل، واعتقد انه الاسم له دلالات يا دكتور محمد. الدول المشاركه في عاصفه الحزم او في المعنيه بتطورات الاوضاع في اليمن، من وحي هذا الاسم الذي اخترته اعاده الامل، اهم ملامح العمليه التي سوف يتم تنفيذها في الايام القادمه؟ الملامح واضحه. نعم. انه هناك حكومه شرعيه، سيتم العوده مره ثانيه الى الحوار والى مخرجاتها، العوده الى ما نصت عليه المبادره الخليجيه، الالتزام بالقرار الاممي مجلس الامن، منع اي تهديد للشعب اليمني من خلال اي قوه مسلحه سواء الحوثيين ولا علي عبد الله صالح، منع وصول اي سلاح او اي امداد لهؤلاء لكي يجلسوا على طاوله الحوار الذي ارتضاه الشعب اليمني من خلال مخرجات الحوار اليمني. نعم، ولكن في هذا التوقيت يا دكتور محمد اللي بيتم الاعلان عن نهايه عاصفه الحزم وبدء عمليه اعاده الامل، هناك انباء ترددت على انه قطعه بحريه ايرانيه بدات في التحرك باتجاه مضيق باب المندب لدعم الحوثيين بالاسلحه او دعمهم لوجستيا. لا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. البيان الذي صدر ان البحار ستبقى مراقبه، اي سفينه خاضعه للتفتيش، اي سلاح تقدمه اي قوه من اي مكان مرفوض وقابل للمخاطره. ما تقوله ما يقوله الايرانيون هذا كله كلام للتسويق على الشعب الايراني الذي كان يتوقع انه حكومته تاخذ اجراءات اكبر، ولكن حكومته اكثر خوفا ان تقحم نفسها اكثر من الهزم في الشعب اليمني بعدما تعرض اتباعهم لهذه الهزيمه الماحقه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الله الزلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. وداعا الأبنودي، عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير توفي اليوم عن عمر ناهز 76 عاما بعد مرض وصراع شديد معه، وجسمه وارى الثرى في الإسماعيلية وتحديدا في جبل مريم. أهالي قرية الضبعية بالإسماعيلية وعدد من الشخصيات العامة شيعت جثمان الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي إلى مثواه الأخير، وشارك في تشييع الجثمان كل من محافظي الإسماعيلية وقنا اللواء ياسين طاهر وعبد الحميد الهجان ومدير أمن الإسماعيلية اللواء منتصر أبو زيد والمستشار العسكري للمحافظة عماد عبد المولى، وكذلك مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة اللواء سميح بشادي، وحضور عدد من الفنانين والمبدعين. عبد الرحمن الأبنودي مش مجرد شاعر، ده تاريخ وشهادة على الكثير من الأحداث اللي شهدتها مصر والعالم العربي. وداعا عبد الرحمن الأبنودي. الرئاسة أيضا نعت شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي وقالت أننا بننعي هذا الشاعر الكبير ببالغ الحزن والأسى ولوفاته المنية اليوم، وتقدمت لأسرته وذويه ومحبيه في مصر والوطن العربي بخالص التعازي والمواساة، وتغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته. قالت الرئاسة في بيانها اليوم إن مصر والعالم العربي فقد شاعرا عظيما وقلما أمينا ومواطنا غيورا على وطنه وأمته العربية، أثرى شعر العامية من خلال أشعاره وأسجاله الوطنية التي عكست أصالة المواطن المصري وواقع البيئة المصرية لا سيما في صعيد مصر، وعبرت عن الوطن في أفراحه وأحزانه وفي انتصاراته وألامه. سيظل الفقيد وسيظل عطاؤه الممتد رمزا وطنيا وعربيا نفخر به من أبناء مصر الأوفياء الذين أضافوا إلى سجل إبداعها فضلا ثريا زاخرا بصد المعاني وروعة الأسلوب. أيضا في ذات السياق، مجلس الوزراء نعى الفقيد الراحل، ورئيس الوزراء نعى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وأكد أن أغنياته الوطنية ستظل علامة بارزة في فن وصناعة الأغنيات الوطنية التي تشحذ همم المجتمع وتحفزه للدفاع عن وطنه وصنع إنجازاته. المهندس إبراهيم محلب أيضا أشار إلى أنه إيمان عبد الرحمن الأبنودي بوطنه جعله يتبوأ المكانة التي يستحقها في أشعاره، وكانت مواقفه واضحة لا تحتمل اللبس، وهو وطني من طراز رفيع يقدم مصالح الوطن على أي مصالح أخرى. يرحم الله شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي. مش
مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا. رحل الخال عبد الرحمن الأبنودي في ذمة الله بعد مسيرة عطاء في شعر العامية صدح فيها بكل ما يمس قلب كل مصري، فلم يترك مناسبة وطنية أو ما مر به الوطن من أوجاع إلا وصدقين والعربي بشكل عام. الأبنودي من مواليد عام 1939 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونا شرعيا وهو الشيخ محمود الأبنودي. وانتقل الأبنودي إلى مدينة قنا وتحديدا في شارع بني علي، حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. وتزوج الأبنودي من المذيعة المصرية نهال كمال، وله منها ابنتان هما آية ونور. ومن أشهر أعمال الخال السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب أيام الحلوة، والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام، تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة. وفيه يحكي الأبنودي قصصا وأحداثا مختلفة من حياته في صعيد مصر. وكان للأبنودي عدة أغاني كتبها لكبار المغنيين في مصر، ومنها عد النهار واحلف بسماها وبتربها واحضان الحبايب وغيرها للراحل عبد الحليم حافظ. وغنى له كذلك محمد رشدي وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وشادية وغيرهم. وبرحيل الخال فقدت مصر علما من أعلامها وابنا من أبنائها لم يدخر جهدا في الزود عن وطنه بقصائد كان لها مفعول السحر بداخل المصريين. رحل الأبنودي بجسده، لكنه ترك لمصر إرثا كبيرا من أعماله الخالدة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته. شيرين فراج مراسلة النيل من الإسماعيلية تنضم إلينا عبر الهاتف. شيرين، دينا أجواء هذا الحزن اللي خيم النهاردة على الإسماعيلية، وبشكل عام أجواء الجنازة وتشييع جثمان الخال. إن إلهي وإن إلهي راجعون. اليوم خيم كما ذكرتي خيم الحزن على قرية الضبعية مقر إقامة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، حيث أوصى بأن يدفن في مقبرة بناها بنفسه بالقرب من جبل مريم المجاور لمنزله في قرية الضبعية. يعني حتى يعني النهارده أهالي قرية الضبعية وأهالي الإسماعيلية اليوم كان هناك مشهد بكاء ونحيب أمام الجنازة أمام المدفن، فتغمد إن شاء الله الفقيد بالرحمة إن شاء الله. نعم، أبرز الشخصيات يا شيرين اللي حضرت تشييع الجثمان. عندنا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، مدير أمن الإسماعيلية، الفنان علي الحجار، الفنان محمد منير، وقيادات من الجيش الثاني، بالإضافة للسيد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومحبو الشاعر الكبير، بالإضافة لجيرانه كمان، يعني جيران الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، يعني من ضمنهم كان ناس يعني كان دائما التواصل معهم ويوصيهم خير بمصر، وكانوا دائمين الحضور لندواته. قبل الجنازة كان أوصى الشاعر الكبير بأن يتم إقامة صلاة الجنازة بمسجد هيئة قناة السويس. المحيط جبل مريم شهد إجراءات أمنية مشددة قبيل وصول جثمان الشاعر الكبير بقرية الضبعية شرق قناة السويس. وكما تعلمين الإسماعيلية كان لديها مكانة خاصة حيث استقر فيها أكثر من 8 سنوات، متصلة بعيدا عن زحمة القاهرة و يعني ضوضائها. وأكيد هو ببساطته المعهودة كان قريب حتى من أهل القرية، يمكن ده سبب الحزن الشديد، معاشرتهم عن قرب للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. أنا عايز أقولك أن أكثر الحضور كان من أهالي الإسماعيلية وقرية الضبعية، يعني أكثر الحضور كان مشاهد كان الناس بكاء ونحيب من أهالي قرية الضبعية وأهالي الإسماعيلية. نعم. شيرين، هل اقتصرت فقط التعازي على تشييع الجثمان وصلاة الجنازة، أم سيكون هناك نوع آخر من الموعد لتلقي العزاء في الشعر الكبير؟
بالفعل اليوم بعد صلاة الجنازة يعني أعلمنا أن غدا إن شاء الله سيقام العزاء في منزل الفقيد بقرية الضبعية لتلقي عزاء، ستتلقى العزاء السيدة زوجته الإعلامية الكبيرة نهال كمال. أشكرك جزيل الشكر شيرين فرج مراسلة النيل من الإسماعيلية. أيضا نرحب بضيفنا عبر الهاتف سعادة اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أهلا بك سعادة اللواء. أهلا وسهلا يا فندم. لعل الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي واحد من الشخصيات التي تتعلق بها القلوب بشكل فطري أو شكل إنساني في المقام الأول قبل الاستماع إلى فنه أو إبداعه. واضح أنه كان ليه شعبية كبيرة أيضا في محافظة الإسماعيلية كالحال في ربوع مصر كلها. إذا كان هناك من كلمات تصف لنا حضرتك اليوم وردود فعل الناس أثناء الجنازة. شوف أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا موافقك تماما على كل كلمة أنت قلتها، وأنا شخصيا يعني ليا تجربة خاصة، أنا ما قابلتش الراحل عبد الرحمن الأبنودي إلا مرة واحدة، الكلام ده من بالظبط 3 أسابيع. لم يسعدني حظي على مدار العمر كله إلا لما شفته، لما رحت له زرته بيته وكرمته واديته درع المحافظة، والراحل كان سعيد جدا بهذه الزيارة، لأن كان معايا كل الجهاز التنفيذي والناس الممثلة لكل أطياف المجتمع الإسماعيلاوي. أنا بعد المقابلة دي حسيت إن أنا أعرف الراجل ده من عمري كله، وكأنه صديق أنا بتطب معاه بحميمية شديدة جدا وبقدرة عالية جدا على الجذب، خلاه دخل قلوبنا واحنا دخلنا قلوب. هذا الشعور اللي انا حسيت بيه، انا جيت لقيت بقى الاسماعيليه كلهم عندهم نفس الشعور من زمان. والراجل ده وانا قاعد بتكلم معاه اكتشفت ان هو عاشق بشكل عالي جدا للاسماعيليه وكل ما يخص الاسماعيليه، وصاني بيها خيرا وقعد يوصينا عليها بشكل كبير قوي. ويمكن ربنا أراد إن برضو لما ربنا وانتهت الرحلة بتاعته كان اللي ضمه تراب الإسماعيلية. أعتقد إنه دي كانت رغبته سيادة المحافظ، أو دي وصيته إنه يدفن هنا. هي رغبة فيها حصافة زي ما هو مرة يعني وصف الموضوع ده، إن عادة الواحد لما يحب ينهي القصة ديت يحب يتحط في التراب اللي بيعشقه ده. هو قيل كمان انه هو كان يرغب في انه والدته يرحمها الله انها تدفن في هذه المدافن، ولكن كان هو لم يعني ينتهي من اعداد المدافن بعد، يعني يشاء القدر انه يكون اول من يدفن بها يرحمه الله. فهو يعني اولا هو رمز عظيم لمصر كلها وله قدر عظيم. وواضح واضح واضح من حديث حضرتك وصوتك يعني مدى تأثرك بيه ومدى تقديرك ليه حتى على المستوى الإنساني. لا لا لكن يعني هو بالمناسبة الإسماعيلية عندها حالة من الشجن الغير عادي وشعور عجيب بالفقدان، لأن كان وجود عبد الرحمن جه على أرضنا حالة من الونس. صحيح وعاملين لنا حاله خاصه كده يعني. طيب هو طبعا يعني اي تكريم لي طبعا لن يوفيه حقه، لانه هو طبعا يكفيه ما قدمه للمصر وللوطن ويكفيه مكانته في قلوب الناس. لكن في المقابل، هل محافظه الاسماعيليه او حضرتك بتفكر في اي شكل من اشكال التكريم او يعني ذكرى له تبقى في المحافظه بشكل او باخر؟ انا بيني وبينك مش عايز ابقى واخد قرارات انفعالية ويصدر قرار بشكل من أشكال التكريم في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها بالشكل اللي أنا موجود بيه دلوقتي. أنا عايز أهدى وأشكل لجنة، لأن أنا عايز لما يطلع من تحت إيدينا تكريم يليق بمكانة هذا الرجل. أنا تخيلي أي شكل من أشكال الإعلان عن أي نوع من التكريم مش هيوفي هذا الرجل حقه. وأنا متخيل أن قوميا وعلى المستوى الرسمي قوميا أكيد في القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس بيفكر بجدية هذا الرجل إزاي يتحط على خريطة العظماء المصريين بشكل طبيعي. صحيح. لكن احنا على مستوى الإسماعيلية أكيد هنفكر أنه يبقى له حاجة عندنا، سواء بقى يعني وأنا فعلا أنا أشكر حضرتك أن أنت ما تعجلتش في الرد وأجبت إجابة يعني نمطية، لكن إن شاء الله ربنا يوفقك وتوفيه حقه. شكرا جزيلا سعادة اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، شكرا جزيلا لحضرتك.
الحقيقة عبد الرحمن الأبنودي مش فقيد بس الإسماعيلية أو مسقط رأسه وقنا، لكن هو فقيد الأمة المصرية والعربية في آن واحد. انضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا بيكم، بننعي للأمة العربية كلها فقيد الأدب والوطنية الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. تغمد الله بواسع رحمته ومغفرته. الأبنودي ظل وسيظل خالدا بأعماله وبكلماته البسيطة الحقيقة اللي وصلت إلى القلوب وتحولت في معظمها لأغاني وطنية حماسية، ما زالت بتردد حتى الآن بنفس الحماس وبنفس القوة اللي بتشحن الطاقات المعنوية للشعب سواء المصري أو الشعب العربي. حضرتك تقول عن عبد الرحمن الأبنودي إيه في هذه الظروف والأحداث اللي مرت بيها مصر وكان له آراء كثيرة جدا حواليها؟ أولا المجلس الأعلى للثقافة أصدر بيان إلى الأمة ينعي فيه شاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي بصفته ليس فقط شاعر كبير لكن مناضل كبير جدا، لأن كتير من الناس ما يعرفوش أن الأبنودي لعب دور في السياسية والجماعات السياسية منذ نهاية الخمسينات والستينات ولعب دور حتى بعد ذلك، لكن بالذات في فترة الستينات وغيرها. لا، الأبنودي في الحقيقة، وأنا هنا هتكلم مش بصفتي كأمين عام للمجلس على الثقافة لكن كمان كصفة أستاذ تاريخ، الأبنودي بيمثل جيل الستينات، الجيل اللي عاش وتربى ونمى وحلم بحلم ثورة 23 يوليو صحيح، ومشروع القوم العربي، وإن في أمة عربية بيعاد ميلادها من جديد. هذا الجيل اللي لعب دور مهم جدا. يمكن 67 هزيمة 67 كانت حاولت تكسر أمال وأحلام هذا الجيل، لكن الأبنودي نفسه عبر أغنيته عدى النهار إزاي إن المكسة دي محاولة لي علشان نتوه في السكة، عشان تتوه في السكة لازم يعني إن فكرة إن شال من إن شال النهار من قدامنا، لكن أبدا إن الأمة العربية للنهار هتغني موال النهار. قد كده إصرار هذا الجيل اللي مرضيش بكسر حلمه في 67، وعلشان كده الانتصار الكبير في 73 اللي أعاد الروح لهذا الجيل مرة أخرى. جيل الستينات في الحقيقة جيل هام جدا، والأبنودي بأشعاره شاءت الأقدار إن الشاعر الكبير عاصر كده ثلاث ثورات مرت بمصر في عصورها المختلفة وبأنظمتها. المجلس الأعلى للثقافة هيتعامل إزاي مع هذه الأشعار وهذه الأعمال الكثيرة والكبيرة للشاعر الكبير حتى تورث للأجيال القادمة بتاريخها وبشهاداته المختلفة على هذه العصور؟ وزارة الثقافة بشكل عام حافظة لتراث الأبنودي. الأعمال الأبنودي تنشر عبر الهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة للكتاب لها الحق الحصري في نشر أعمال الأبنودي. المجلس الأعلى للثقافة كان له الشرف في تقديم كل جوائز الدولة إلى الأبنودي الذي يستحق ذلك. أتصور أن المجلس مع المجلس الأعلى للثقافة في خلال الأيام القادمة سوف يعلن عن احتفالية كبيرة لتأبين الراحل عبد الرحمن الأبنودي، يشارك فيها نعم. كل رموز جيله إن شاء الله. لكن أنا برضو كأستاذ تاريخ بقول إن الأبنودي هيستمر خالد في قلوب وعقول الناس. أكيد. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أعتقد بكده بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة. بنفكر حضراتكم فقرتنا الحوارية التي ستبدأ بعد قليل، الحديث حول الحكم الذي صدر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي بالحبس 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا باسم قصر الاتحادية أو أحداث قصر الاتحادية. نتابع هذا التقرير الذي يقدم شيء من التفصيل حول هذا الموضوع، بعده نطرحه للنقاش بشكل أكثر تفصيلا مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.